طيب تاني يا جماعه، احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل تقفيل الليسون بتاعنا، اللي هو طبعا لو عدناه تاني وكررناه اكتر من مره الليسون ده يعتبر ليسون سهل جدا. عايز من حضرتك بس تركيز، ان احنا يا جماعه اخذنا لو تفتكروا التايتل بتاعنا كان عباره عن ميجرنج تمبريتشر اوف ذا، ممكن يبقى للليفنج اورجانيزم للكائن الحي اللي هو طبعا يا جماعه زي الهيومن عشان يقدر يحدد لك التمبريتشر اوف يور بادي، ممكن عشان يبقى للويذر فانت تعرف الاكتيفيتيز اللي هي عباره عن الانشطه اللي انت هتعملها يا احمد في حياتك، ممكن يا جماعه ان انا اقدر او اساعد في الميجرنج تمبريتشر ده عشان الفود بروسيسنج. حد يعرف يعني ايه كلمه فود بروسيسنج؟ ابو شادي، الاكل المصنع، تمام، تحضير الاكل. فاحنا يا جماعه قلنا طبعا لما انت تعرف الويذر هتعرف تشوف انت هتعمل ايه، يعني مثلا لو الدنيا حر وصيف يبقى هتصيف، هتروح مكان جميل الى اخره. لو الدنيا بتشتي هتضطر تقعد في الايه؟ في البيت، مش هتنزل. يبقى ميجرنج تمبريتشر يا جماعه بتساعدني في ثلاث حاجات. مش شايفه البورد. Helping us helping us to know our body temperature, helping us to know the weather temperature which affect our life activities, some food processing اللي احنا قلنا يا جماعه بعض وصفات او تحضير الاكل بيحتاج لدرجه حراره معينه عشان كده بيبقى في قياس للحراره. كومي المره اللي جايه لو مش مركز هقول لك اتفضل اطلع بره. قلنا يا جماعه لو تفتكروا الميجرنج تمبريتشر اخذنا في الدرس ده ثلاث انواع. حد يعرف النوع الاولاني ده اسمه ايه؟ رؤية ديجيتال ثيرمومتر. اللي احنا قلنا يا جماعه ان النوع ده بينفع مع مين؟ مع الشيلدرن. ليه؟ لان احنا طبعا بحاول ابعده عن النوع الثاني. النوع الثاني ده يا حازم اسمه ايه؟ ميديكال او كلينيكال ثيرمومتر. ميديكال او كلينيكال. اللي احنا ما قلنا يا جماعه ان الماتيريال which used in this structure، حد يعرف الماده اللي جوه؟ كتات. ايه الليكويد اللي جوه؟ ميركوري، تمام. والميركوري ده يا جماعه قلنا عليه ان هو توكسيك او بويزنس ايه؟ سبستانس، يعني ماده مفيده ولا سامه؟ سامه. عشان كده بحاول يبقى في بي فار فروم ذا ايه؟ تشيلدرن، بحاول ابعده عن الايه؟ الاطفال. النوع الاخير فريده؟ سيليزيوس. النوع ده يا جماعه اللي احنا قلنا عليه وي يوز ان ميجرنج تمبريتشر ده ليكويد، بيساعد في قياس درجه حراره الايه؟ الليكويد. طب تعالى كده بالراحه نفتكر مع بعض. قلنا الثرمومتر ده عباره عن it is a device which use in measuring temperature بشكل عام. طبعا لو قلنا اوف، مين شاطر يقول لي لو زودت على الديفينيشن اوف ايه يبقى النوع الاولاني، او اوف ايه يبقى النوع الثاني الى اخره؟ اللي فهمني بقى شرف. هيومن بادي او ليكويد. طب قول لي بقى لو هيومن بادي هيبقى ميديكال، طب لو ليكويد؟ برافو. وطبعا ما ننساش ان الميديكال ده جماعه اللي هو ليه اسم تاني كلينيكال. يلا بينا يا شباب، فكره العمل الاوبريتنج ايديا، ما تنساش الكلمه دي قبل ما ناخدها. الاوبريتنج ايديا بتشتغل على الليكويد ولا السوليد ولا الجاز؟ الحاجه اللي كانت في البوتل ليكويد. الليكويد ايه اللي بيتغير فيه؟ الفوليوم ولا الماس؟ الفوليوم. باي تشينجينج ايه؟ وير ات اكسباند باي هيتنج اند كونتراكت باي كولينج. حاجه صعبه كده؟ طيب نكمل كده بره. بص انا عندي سؤال. اتفضل.
في حاجة اسمها سيلسيوس ثرمومتر، مش السيلسيوس ده يونت بتاع تمبرتشر ديجري؟ اه طب احنا هنستخدمه ثرمومتر، تاني كده السؤال. يعني سيلسيوس دي يونت بتاعت تمبرتشر ديجري. اه ما هو عشان هو ما هو اللي اكتشف الحاجتين، هو اللي عمل الثرمومتر وهو اللي اكتشف الايه الميجرنج يونت. اه اوكي تمام. تعالى كده يا جماعه نكمل. قومي. قلنا ان احنا يا جماعه بنجيب بوتل، برينج ا بوتل، بوت انسايد ات استرو، بتكون انبوبه رفيعه، بعد كده كلي الزقها بالكلي، بعد كده يا جماعه قلنا بنحط ليكويد كالرد ليكويد ووتر والكحول، وبعد كده يا جماعه الاسترو بتطلع فيها الليكويد لحد معين، بلزق ورقه فوق وبعلم عليها، وبعد كده بنحط الليكويد ده او البوتل دي مره في هوت ووتر ومره في ايس. عمر، ايه اللي هيحصل في الهوت ووتر؟ ايه؟ طب ما سمعتهاش ريكوردد ليه؟ يوسف رزق اكسباند الليكويد هيطلع لي فوق. طيب ندى كونتراكت الليكويد هينزل لتحت. فروحنا قايلين يا جماعه ان الكونكلوجن الليكويد فوليوم، هنا اقول تشينج ولا فيكسد؟ تشينج باي تشينجينج تمبريتشر وير ات ها ايه باي هيتنج وايه باي كولينج، يعني بيتمدد بالحراره وبينكمش بالبروده. قلنا دي الاوبريتنج ايديا بتاعت الترمومتر، فكره عمل الترمومتر. اخذنا كام ترمومتر؟ اثنين. الحصه اللي قبل اللي فاتت لو تفتكروا اخذنا الميديكال اللي هو بيقيس التمبريتشر اوف ذا هيومن، اللي هو يا جماعه بيتكون من الاتي. عندنا اول حاجه سيج جلاس تيو، اللي احنا قلنا من يرفع ايديه الجلاس هنا اوبيك يا حسين ولا ترانسبيرنت؟ ترانسبيرنت. بعد كده قلنا يا جماعه ان احنا عندنا سكيل. تعالى كده نفتكر السكيل مع لوجي. لوجين وائل، يلا يا لوجين. يس مستر. السكيل من كام لكام يا لوجي؟ من 35 لحد 42. من 35 ديجري سيليزيوس ل 45 ديجري سيليزيوس. طب تعالى كده نفتكر between h part between h degree، يعني ما بين ال 35 لل 36 حد فاكر عندنا كام بارت؟ ملوخيه 10 بارت 10، يبقى h degree equal 10 بارت. طيب تعالى كده نشوف كل بارت ايكوال قد ايه يا يوسف؟ 1 اوفر 10 من الديجري. ورحنا قايلين ان البوزيشن ده يا هنا يا عصام، تعرف البوزيشن نمبر 2 ده ايه؟ ميركوري بول. ميركوري بول اللي هو it is the position at which we store the mercury، يعني بيتخزن ان اهوت الميركوري اللي هو بيمشي بقى في انبوبه. نشوف كده نور رحال. يا نور فاكره الانبوبه اللي جوه دي اسمها يا نور؟ ها كابيلري تيوب. تمام ساره، الكابيلري تيوب اوبن فروم ذا تو اند، one end closed from one end، مقفولة من حتة ومفتوحة من الناحية التانية. الكونستراكشن، تعرف يا إبراهيم الكونستراكشن ده بيعمل إيه حتى لو بالعربي؟ محمد prevent the mercury from returning back، بس طبعا الكلام مش كامل. ريتيرن باك لمين؟
تو ميركوري بول. برضو الكلام مش كامل. تو جيت عشان ناخد الرايت ريدنج. قلنا يا جماعه لو تفتكروا الميركوري بيطلع. الميركوري بيبقى موجود في المكان ده فبيطلع في الانبوبه لما يتحط في بق حضرتك، يعني الشخص وهو حاطط ده هو كده جوه بقه ماشي، بيمشي يا جماعه الميركوري لحد ما يدينا ديجري معينه وليكن سيرتي كام اللي هي النورمال ايه تمبريتشر اوف ذا هيومن بودي. طيب دلوقتي لو طلعنا الايه الشكل ده من بق الشخص، قلنا يا جماعه درجه حراره الاوضه نفس درجه حراره التكييف، التكييف قايس كام 20 كام 5. فحضرتك ايه اللي يحصل؟ انا عندي الميركوري ده هيروح راجع لورا بسرعه. السؤال بقى الكونستراكشن ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيقول له لا ما ترجعش، ات بريفنتد ات، بيمنع الميركوري ان هو يرجع لورا ايه؟ للميركوري ايه؟ بال. حاجه صعبه كده يا جماعه؟ تعالى نفتكر الخطوات بتاعتنا. قلنا بنجيب الميديكال ثرمومتر بنحطه يا جماعه في الايسايل ايه؟ الكحول. تعالى كده نشوف حد من الاونلاين يقول لنا ايه اهميه الايسايل الكحول. الثلاثه اللي رافعين ايديهم حلوا قبل كده. عايزين حد جديد يا جماعه. اتفضل يا ياسين. بنحطه في الاسايل الكحول وبعدين بنعمله درايب للتيشو بيبر. الاسايل الكحول بيعمل ايه؟ ايه اهميه الكحول؟ ادي الكحول اهو، زمايلك دخلوا عليا ولقوني كنت بعمل المنديل بيه. تعرف ده بيعمل ايه؟ ستيرلايز. ها؟ ستيرلايز. كلمة ستيرلايز يعني يعقم. يعقم الميركوري بال، بيديك الابيليتي يا جماعه ان انت حضرتك تقتل اي مايكروب او فيروس موجوده على الايه؟ الترمومتر. يبقى الميديكال ثرمومتر يتعقم بوجود الايه؟ الايسايل الكحول. بعد كده التيشو بيبر يعمل له دراي. دراي يعني يجففه. بس قبل ما استخدمه مع الشخص بعمل تشيك. نشوف كده مريم. اتفضلي يا مريم. لسه جاي من بره معلش. بعمل تشيك للثرمومتر اللي هي مريومه. تعرفي قوه يعني ايه؟ اروى تو فورس ذا ميركوري. تو ريتيرن باك. يبقى لو جيت قلت لكم يا جماعه الترمومتر في جوه ايه؟ اسمه ايه؟ كونست ايه؟ وانت بايديك تقدر تعمل ايه؟ شيء. الحاجتين دول زي بعض ولا عكس بعض؟ الكونستراكشن بيعمل بريفنت الميركوري فروم ريتيرن باك، يعني يمنع الميركوري انه يرجع لورا. اما الشيك بيعمل ايه؟ فورس الميركوري تو ريتيرن باك. تاني مين بريفنت الميركوري؟ مين فورس الميركوري؟ وهما الاثنين بيعملوا ريتيرن باك، بس واحد فورس يعني يرجعه بالعافيه والتاني بريفنت بيمنعه بالعافيه. تمام يا جماعه؟ نعيد تاني، مين فورس الميركوري؟ شيك. مين بريفنت الميركوري؟ تمام كده يا جماعه؟ حاجه صعبه؟ قلنا طبعا بوت اندر ذا تانج، بعد كده بسحبه كويكلي بعد دقيقه واشوف الايه؟ الديجري اللي هو جيت ذا ريكورد. دي قلناها في اول الحصه، ليه ما ينفعش نضغط على الثرموميتر كتير بال اور تيث؟ اتفضل يا استاذ عمر. تمام، لان الميركوري
toxic or poisonous substance. يعني مادة ايه؟ سم. مادة سم. حاجة صعبة شباب؟ في صعوبة؟ طيب تعالى كده بالراحة نتكلم على طبعا دي واي ماست تشيك ليه نبعده عن وده قلنا ميديكال السيليزيوس. السيليزيوس بيقيس ايه رؤية؟ temperature of liquid. منا يا سيد وليها منا نمبر 1 نمبر 1 يا منا. glass tube. مريم خضر نمبر 2 مريم كبريت تيوب مروان خضر نمبر 3 ميركوري بالب. وطبعا ده نفس اللي اخدناه قبل كده الميركوري بالب المكان اللي فيه بعمل فيه ستول للميركوري الكابيلري تيوب اللي هي الكلوزد فروم وان اند الثينج سيك لاست تيوب اللي هي ترانسبيرنت السكيل عندي رقمين من 0 ل 100 سما ازاز الزيرو اللي هي ايوه ميلتنج بوينت اوف ايه برافو ميلتنج بوينت اوف ايس او عكس ميلتنج فريزنج بوينت اوف ووتر تعرف ال 100 اللي هي ايه برافو بويلنج بوينت اوف ووتر بالله عليك ركز بالله عليك طبعا قلنا يا جماعه وشرحنا ان دي اقل نقطه ودي اعلى نقطه واسمها وقلنا ان احنا ما عندناش كونستراكشن في الايه في السيليزيوس لكن الكونستراكشن موجود في مين في الميديكال ذاكرتي يا مريم يا مدحت ذاكرتي تعالى كده بالراحه يا جماعه قلنا لو حطينا الميديكال ثرمومتر فيه بويلنج بوي ووتر هيحصل له بريك هينفجر وقلنا لما بنبص عليه بنحطه فيرتيكالي ونبص عليه بربنديكولار ركز بقى معانا يا شباب اخر نقطه في الحصه قبل ما نبدا نحل واي وي يوز ميركوري اشمعنى الميركوري اشمعنى الميركوري يا جماعه عندنا اكتر من حاجه لا انا اللي هشرح أول حاجة قال لك الميركوري is the only liquid metal طبعا أنت كنت فاكر كان عليك في جونيور 5 ميتال ونان إيه؟ الميتالز كلهم سوليد ما عدا مين؟ الميركوري طب يا مستر ما احنا لو كنا حطينا الووتر ما كانتش هتعمل اكسباند ولا كونتراكت طب ما احنا كنا حطينا الكحول نفس الكلام انا عايز حاجه تعمل اكسباند باي هيت وكونتراكت باي ايه وتحس بالحراره مش انت اول ما تحط الترمومتر في بقك بيبدا الميركوري يتحرك لانه حس بالحراره بتاعت حضرتك طب السؤال الميركوري لونه ايه سيلفر تمام عشان يبان من الترانسبيرنت جلاس يو الميركوري اكسباند اور نوت اكسباند يلا بينا ريجولاري يعني بالحراره بيعمل ايه باي ايه وايه يعمل ايه باي ايه اكسباند باي هيتنج و كونتراكت باي كولينج حاجه صعبه يا جماعه طيب الميركوري تعال نقارن ما بين الووتر والميركوري وانت تقول لي مين اللي احسن الووتر بتتجمد عند كام
freeze. وبتغلي عند كام؟ تخيل كده أول رقم زيرو وآخر رقم كام؟ ركز بقى وشوف مين اللي أحسن. الميركري بيتجمد عند نيجاتيف 39. رقم فوق الزيرو ولا تحت الزيرو؟ يعني عشان يتجمد محتاج درجة حرارة تقل شوية ولا قوي؟ قوي. وبيغلي عند 357. ركز، يبقى نيجاتيف 30 كام؟ و 350 كام؟ مين شاطر يقول لي مين اللي بيقعد ليكويد مساحة كبيرة؟ هل الووتر؟ بص أنا هنعمل لاين نمبر أهو. الووتر من زيرو لكام؟ بص بقى الميركري. يلا بينا. مين يقول لي يا جماعة؟ شوف ده كان من كام لكام؟ من زيرو لكام؟ لكن ده من نيجاتيف 39 ل 357. عمر الميركري. الميركري جيف اس وايد رينج. ولو سمحت طلع النوت بتاعتك واكتب كلمة وايد عكسها ليميت. نارو. متسع وضيق. اكتب الكلمتين دول لو سمحت. ايه رأيك؟ يبقى المكان واسع ولا ضيق احسن؟ واسع. يبقى انا شغال مع الوايت. لكن لما الاقي كلمة ليميت او نارو، لا يا احمد يا وجيه، لا يا احمد، يا اسمك احمد ايه؟ انت. ايوه يا حبيبي ركز. يبقى احنا شغالين مع كلمة وايت. حاجة صعبة يا جماعة؟ أي حبيبي؟ الحصة الجاية امتحان؟ يا حبه. تمام. يبقى تاني، ليه بشتغل يا جماعة بالميركري؟ لأن هو الأونلي ليكويد ميتال، الميتال الوحيد بيعمل ريجولار اكسباند باي هيت أند كونتراكت باي كولينج. لونه إيه؟ سيلفر. بيدي وايد رينج ولا نارو رينج؟ اختار كلمة وايد ولا نارو؟ متسع، رقم كبير خالص. حد فاكر الأرقام يرفع إيديه؟ حد عنده قوة ملاحظة زياد؟ غلط. اتفضل. نيجاتيف 39 357. تمام. آخر نقطة، الميركري نوت ستيك وسكابلري تيوب. ستيك يعني ايه يا جماعه؟ هو لو كان الميركوري بيلزق، حد يعرف كنا هنستخدمه الترمومتر كم مره؟ مره واحده. كنت هطلعه من العلبه. يعني نفس الطريقه بالظبط، نفس طريقه الكلام. ماشي. مين دي؟ حسين. سنه كام دي؟ تمام. يبقى يا جماعه ركز شباب، نركز. يبقى انا نوت ستيك وذ ايه؟ ميركوري بال، اللي هو حضرتك بشكل مبسط خالص، لو كان بيلزق كنت انت اشتريت كده يا جماعه علبه ترمومترات لو دكتور يعني، وكل واحد يدخل كنا هنستخدمه كم مره؟ مره واحده. يطلع الميركوري يمشي يقف، اول ما يقف يلزق خلاص الترمومتر باظ. فهمنا يا جماعه؟ يبقى من مميزاته ان هو ما بيعملش ستيك، نوت ايه؟ ستيك. لو سمحت افتح الكتاب
طب اطلع جيب الكتب كده. دي إجابة سؤال why we use the mercury. ركز. عندك كام سيركل قدامك؟ هنبدأ بالصغيرة اللي هي it's a good conductor of A. heat. اللي تحتيها it doesn't stick. stick يعني يبقى ما بيلزقش to the wall of the capillary tube. it's remain liquid. بيفضل liquid ما بين كام؟ نيجاتيف 39. طبعا ما ننساش النيجاتيف زي زياد. ماشي يا زيزو؟ لازم تعمل الشرطه دي اللي هي نيجاتيف 2357. it gives حط خط تحت كلمه wide. wide يعني واسع. عكسه كلمه limited او narrow. اللي فوقيها it's regular expand material which give accurate estimation يعني درجه حراره محدده. آخر حاجة it's a liquid metal which can be seen through the thermometer glass. مين شاطر يفتكر كان لونه إيه يا جماعة؟ طيب عندنا تو جيف ريزون أهو ليه الميركري بيدي وايد رينج؟ لأن هو من كذا لكذا. وليه accurate estimation؟ لأن هو regular expand. جيب لو سمحت الأسئلة اللي فيها الصور دي. هنحل كله، هنحل كله. يلا نمشي بالترتيب. هناخد الاونلاين الاول. ياسين يلا يا ابو سطحار نمبر 1. نمبر 1 كونستراكشن. كونستراكشن. نمبر 2 يا بيتر. عصاي المعتز بعد الحصة. مركب لوك. نمبر 2 مركب لوك. هنا عصام نمبر 3 كابيلري تيوب. كابيلري تيوب. حازم القسطاوي نمبر 4 سيك جلاس تيوب. سيك جلاس تيوب. مايا ميجر ذا تمبرتشر فريكوينسي. The figure shows the structure of اسم الجهاز ده ايه؟ Medical thermometer. Which is used to measure on the temperature of human. في ناس بتحل هنا، احنا كنا قايلين ده واجب. ما هو أكبر. What is the function of part number one؟ منا السيد. نمبر 1 بيعمل ايه منا الكونستراكشن؟ It prevent the mercury from returning back to the mercury bag. شكرا مروان خضر. يلا مروان نمبر 1 ايه يا جماعه؟ ايه يا حبيبي؟ 35 ل 42. يلا يا حبيبي نمبر 1 مروان سيج لاست يو. لجين وائل نمبر 2 كابيلاري تيو. حمزه نمبر 3 ميركوري بول. ميركوري بول. مريم خضر الزيرو بوينت بتعبر عن ايه؟ مريم الهوت الايه؟ مصطفى شرف الميديكال مستر. تعبر عن ايه يا حبيبي تاني؟ ميديكال يقول ايه؟ ميلتنج بوينت اوف ووتر. ميلتنج
melting point of ice و freezing point of water. Freezing point of water. نيجي بقى للسنتر. هنبدأ من ورا لقدام. زياد يلا. 100 بتعبر عن boiling point of water. Thermometer is used to measure ندى temperature of liquid. طبعا مقارنه الاستراكشر قلناه، اليوز اتش قلناها. اللي تشوز كان محلول كله يا جوسيل. يلا يا جوسيل من اول 16. يلا يا جوسيل نمبر 16. When the temperature of the mercury increase its volume. ها يزيد ولا يقل لما سخن؟ يزيد. طب يزيد ويحصل له ايه؟ اكسباند ولا كونتراكت؟ اكسباند. يبقى نمبر 4 دي. يلا يا سندس نمبر 17. All of the following are from the probers of mercury ما عدا طلع اللي مش تبع المركري. محدش يتكلم. C limited. كلمة limited مش تبعنا. حد فاكر عكس limited A؟ Wire. تمام. Number 18. يلا يا مريم اختاري الرقم الصح. C نور. الميديكال بيختلف عن السيليزياس في حاجه واحده. فاكره في الرسمه حاجه واحده ايه هي؟ نمبر بي الكونستراكشن. يلا رؤية افري ديجري في الميديكال بتكون كام؟ 10 بارتس. يلا يا مريم يا خضر. لا انا اسف. يلا يا مريم يا قضيب. اللور فيكسد بوينت اقل بوينت. يعني عندي رقمين في السيليزيس، الرقم القليل اسمه ايه؟ كان من كام لكام؟ ايوه خد الرقم القليل اللي هو مين؟ الرقم القليل اللي هو مين؟ زيرو. الزيرو ده بقى عباره عن ايه؟ ايه فريزنج بوينت؟ ووتر فريزنج بوينت. الصح والغلط كان فاضل مين؟ 17. يلا يا ميرنا يا لقاني. Mercury is considered bad. ما بيوصلش الحرارة. False. المفروض يبقى good. يلا يا إبراهيم. One of the mercury probers is give narrow. Narrow range. احنا قلنا بيدينا ايه رينج يا إبراهيم من شوية؟ مدى واسع ولا ضيق؟ واسع. واسع يعني وايد. نارو دي عكسها. يبقى الكلام صح ولا غلط؟ يلا يا ابو شادي. الكحول doesn't stick the wall. واحنا بنستخدم الكحول جوه الترمومتر. ما بنستخدم مين؟ ميركري. يلا يا يوسف يا رزق. The melting point of ice is 100. False. المفروض زيرو. يلا يا عبد الرحمن. الهايست ديجري في السيليزياس هي الووتر فريزنج. فولز. المفروض البويل ووتر ايه؟ يغلي يعني ايه؟ بويلينج. يلا كومي. ووتر از ريجولر منتظم اكسباند ماتيريال. ها؟ نمبر 22. كلام صح. ده عليها جيف ريزون يا حبيبي. ووتر ميركوري
regular expand material عشان يدينا قراءة سليمة. يعني لما يزيد درجة بيطلع درجة لقدام، لما يزيد درجة كمان يطلع درجة لقدام كمان، يبقى بيديك accurate estimation. السؤال اللي جيب ريزون جاي في الامتحان على فكرة غلاسة وكاتب ايه؟ انا اسف غلط، المفروض ميركوري. معلش معلش. رايت ساينتفك تيرم كله يا مستر، انا كله خلصت الرايت ساينتفك. الكومبليت من اول 17. صوت لو سمحتوا. مستر احنا كنا واخدين في الواجب لحد 17. معلش هنحلها تاني. يلا يا عمر. We use not to sterilize عشان نعقم. فاكر المادة اللي بتعقم؟ اسايل الكحول بتعقم انو ثرموميتر بقى؟ الميديكال ولا السيليزيوس؟ يا جماعة ما حدش يتكلم. عمر انت شاطر بس عايز تذاكر ورقة وقلم. شاطر. يلا حسين. ميركوري از ا اي ميتال ليكويد which is good conductor. برافو. يلا اكتات. ميركوري دازنت، فاكر كنا بنقوله ما بيحصلوش ايه مع الوول؟ عصايه يعني ايه؟ يلزق يعني ايه؟ ستيك تو ذا وول اوف ايه؟ اسمها الانبوبه اللي ماشي فيها جوه دي؟ كابيلري تيوب. كتات. اختك من الاوائل هنا خد بالك. يلا يا احمد. is used to measure the temperature of different liquid. سيليزيوس. والتاني؟ ميديكال. تمام. يلا يا ياسين. لا زينبه الاول. يلا زينبه. نوع الثرمومتر has construction medical but doesn't Celsius. Water is freezed at Lily. المايه بتتلج عند درجة حرارة كام؟ لا هي بتتجمد المايه مشهورة قوي. هو السيليزيوس من كام لكام؟ ايوه زيرو ده التجميد و100 البويلنج. يلا يا رؤيه. ديجري سيليزيوس از ذا ميجرنج يونت اوف درجه سيليزيوس. دي الميجرنج يونت بتاعت ايه؟ لا تمبريتشر. يبقى لو جه قال لك الميجرنج يونت اوف تمبريتشر سؤال اهو عشان ما حدش يجي يعيط في الامتحان. يعني حضرتك يا استاذه رؤيه لما بتيجي تكتبي 37 بتكتبي ايه جنبها؟ ديجري. ديجري ايه؟ سيليزيوس. كلمة ديجري سيليزيوس دي زي النيوتن بالنسبة للويت. دي بقى بتاعت مين؟ التمبريتشر. يبقى لو جه قال لك ايه الميجرنج يونت بتاع التمبريتشر تقولي ديجري ايه؟ سيليزيوس. تمام؟ ها ميركري بيفضل ليكويد رحال من كام لكام؟ الرقمين بتوع الميركوري. نيجاتيف 30. ايوه 57. الجيف ريزون اخذنا لحد ايه يا مستر؟ ايه؟ طب ركز بقى. ايوه رأي 7 ما عرفتهاش. We can't measure the boiling point of water by using medical. لأن احنا قلنا لو تفتكري الصوت قدامك اهو لو بتذاكري كويس. لأن السكيل بتاع الميديكال من كام لكام؟ 35 ل 42. لكن البويلينج ووتر كام؟ 100. فالسلموميتر هيحصل له ايه؟ بريك هينكسر. تمام؟ مستر معلش نمبر 1 في الديفريزون. Number one في الجيف ريزون. We can't measure temperature by touch as touch doesn't give accurate estimation.
as as touch doesn't gives us accurate estimation. مستر مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ يعني تحديد الحرارة بشكل صحيح. عمري ما احط ايديا كده على فريدة واقول لها انت دلوقتي 37 وايه وشرطتين او 36 او 37 بالظبط، هل هتصدقيني؟ استحالة، لان لازم يبقى فيه ثيرموميتر. بص يا جماعة، نمبر 8 اللي هو هكتب الخمسة بتوع النهاردة، تمام؟ اكتب اورال بقى. عارف الخمس حاجات بتوع النهاردة اللي انت لسه هتذاكرهم؟ السؤال ده لازم يجي في الامتحان. ميركوري جيفز وايد رينج، اللي لسه قايله رحال اللي هو من نيجاتيف كام؟ 39 تمام. The idea of making a thermometer depend on changing a liquid. تعالى كمل. Because liquid بيحصل لها ايه by heating؟ Because liquid expand by heating and contract by cooling. اكتب. Because liquid expand by heating and contract by cooling. تعال نكمل حل. ال what happened؟ نروح للأستاذة رؤية مباشرة مع إن مش دورها. A medical thermometer is put in boiled water. It will break. ليه؟ مع إن مش عليك يجيب ريزون بس ليه؟ لسه قايلينها ليه؟ لأن الميديكال من كام لكام؟ 5 تمام، لكن البويلد تمام. نرجع للترتيب تاني ياسين. There is now. ماشي اكسبلودز عادي، ما هو اكسبلودز برضه عادي. يلا ياسين. There is no construction. مفيش construction. لا ياسين ملوخيه ابو استحار، ياسين ملوخيه اللي في السنتر. يوسف ها ميركوري ريتيرن باك كويكلي. Quickly to the mercury ball. ويا سلام بقى تزود تقولي ان احنا ايه؟ We can ولا we can't get the reading. Water is used. طبعا الووتر هقول معاه عكس كلمة وايد. تعال نفتكر مع أبو شادي. عكس وايد limited. Water has limited range from كام لكام؟ zero we not help us، مش هتساعدني like mercury. روح لميسرة. ميسرة we don't shake، ما رجناش الثرمومتر قبل ما نشتغل. هو انت بترجه ليه؟ عشان يرجع. طب انت ما رجتوش، قول انجلش بقى. مين اللي مش هيرجع؟ يبقى ميركوري ويل ولا ويل نوت؟ ويل نوت بي باك. الاهم ان انا ما رجعتوش. ايوه رزق. لا لان هو بيبقى قايس درجه. ما انت لو جيت حطيت الترمومتر عندي ونظفته وكل حاجه وما عملتلوش شيك، هحط الترمومتر في بقك وامضيه، بس هو قايس درجه حراره كام؟ 37. يبقى انا ما رجعتش، يبقى من الاساس لازم ارجع الميركوري الاول. ايوه نور، ما انتوا اللي نسيتوا تشغلوا التكييف. انتوا هنا عصام ما جاتش النهارده وانتوا فرحانين ان هي ما جاتش، هي اللي كانت بتشغل التكييف. نمبر 5
The medical thermometer is not sterilized. أقول أنا. The human will expose to infection by disease. حد يترجم؟ حد يترجم؟ زياد؟ الإنسان هيتعرض للإصابة بالأمراض. اكتب الإجابة دي يا جماعة مهمة جدا. أيوة يا نور. روح شغله يا سي. شغله يا أحمد أواجيه، أي حد يشغله. أيوة يا أحمد. آه ممكن. آه. تمام. آه. وادي سؤال كمان في الامتحان. الوات هابن ركز عليه عشان انا جايبه في الامتحان. increasing temperature of mercury هيبقى expand ولا contract؟ it will expand. طبعا اللي جاي سهل. measure temperature، measure temperature of human، measure temperature of liquid. الخمس حاجات prevent المركري، واخر واحده ايه؟ سترلايز. بعد كده في رسومات. طيب